Shada FM. La radio que j'aime. صمد حيكر، انت نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، وغنهيو معك بالحديث على الدار البيضاء. لما جيتوا للحكومة، عبد الإله بن كيمان فرض على أعضاء الحكومة كلهم تصريح بالممتلكات. طبعا واش ممكن غنشوفوا هذا الشيء حتى مع رؤساء المجالس والمنتخبين المحليين ديالكم في الجهات وفي المجالس ديال المدن، باش نعرفوا واش استفدوا ولا لا؟ لأنه قبل ما يفرضها السي عبد الإله بن كيمان، هذا مقتضى قانوني كيخص العمل به، ما كيخصش العمل به، حنا حنا ملتزمين به اكثر من هادشي. حنا اختياري، للاسف انه اختياري. لا 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 كاين، ولكن لا يحول مادام كاين قانون. خلينا نمشيو مع هاد النقطه، نمشيو مع هاد النقطه وحنا طبعا واش غادي نتعلنوا على الممتلكات بالتفصيل ديال المنتخب؟ كنصرحوا بها المجلس الجوي للناس والاعلام كما شفنا مع الحكومه، وتم اللعب عليها كورقه ديال المصداقيه ونزاهه الحكومه. يعني مثلا ناخذ مصطفى الخلفي، دخل معنا في تفاصيل ديال عندي كراج فيه ورث انا واختي وخويا. بغيت نقول لكم شنو عندي، نقول لك. قول لنا شنو الممتلكات ديالك وشحال كتربح مثلا؟ انا عندي الوالد الله يرحمه توفى هذه سنتين، الله يرحمه، في الصيف ديال 2013. انا لله وانا حنا سبعه الخوت، والواليد الله يطول في عمره يا ربي، امين، الله يخليها لك. هذيك التركه اللي خلى باقي ما قسمناهاش، باقي ما عرفتش شنو عندي فيها، ما عرفتش القيمه ديالها شحال، باقي ما عرفتش شنو عندي فيها. في اراضي في العروبيه، في العروبيه في المنطقه، في النواحي الاسفي. انت من نواحي الاسفي؟ الوالد الوالد الاحمر. شنو من غير هاد الاراضي شنو كاين؟ عندنا واحد الدار في اسفي، مدينه في اسفي، وعندنا واحد الدار هنا في حي السلامه. واخا، شحال المدخول الشهري ديالك اليوم؟ المدخول الشهري، انا نائب برلماني. صافي، ما عندكش شي عمل اخر؟ لا ما عنديش. الحزب ما كيخلصكش؟ انت كتعطي للحزب؟ انا كنعطي للحزب. شحال كتعطي قلتي للحزب؟ لا دابا الحد الادنى 8000 درهم كنعطي للامانه العامه، ولكن كاينه امور اخرى على المستوى الاقليمي والمحلي. شحال المدخول ديالك دابا صافي كل شهر؟ اللي كيبقى لك؟ اللي كيبقى لي من بعد القصه كنظن واحد ما وصلش الصافي. الصافي ما كنظنش حتى 15000 درهم. مزيان، ماشي بزاف. انا لما كنت منصف بالخياط كتبقى ليه 6 المليار، عنده الله يسخر ليه، رقم معامله 300 مليار سنتيم في السنه. قال لينا وحنا تيقناه انه عنده لا مارج بينيفيس ديال الهامش ربح 2% اللي هي 6 المليار. نتوما في العداله والتنميه، واش هذا الشيء شنو غير ما عنديش الدار؟ ما عنديش الدار. كاري باقي كاري. شحال كاري؟ كاري ب 2200 درهم. مزيان، وكنقلب هذه عامين كنقلب باش نبدل من تمايا. شي فيلا؟ ها؟ شي فيلا؟ لا، كان ماشي ضروري فيلا، كنقلب باش نوسع على وليداتي. شحال عندك الوليدات؟ حتى من الناحيه الصحيه تماك في شي منطقه، ويعني شحال ديال الوليدات عندك؟ ها؟ عندي ثلاثة، عندي وليد وجوج بنيات. اللي كاين هو انني دافع في واحد البقعة أرضية، واحد المبلغ ديال 40 مليون و 50 مليون. من غير هذا الشيء دابا مع الفلوس ديال المجلس المدينه تكمل تكمل داك الشيء اللي خاصك، ناخذ تاخذ شي حاجه. عندك لقاو خديتي شي بقعه فيها 5 هكتار؟ نعطيك الثلثين ديالها باش توسع هاد القناه الاذاعه ديالكم. في اقل من دقيقه سي عبد الصمد حيكر، شباط معاكم ولا معاهم ولا معاه من دابا؟ شنو ردكم وشنو موقفكم في العالم؟ شوف، شباط هو اليوم امين عام ديال الحزب الوطني، مسؤول، واللي البصمات ديالو في التاريخ ديال البلاد ما عمرنا تنكرنا ليها، وما عمرنا الخلاف اللي كان ربما من قبل ما عمرنا تكلمنا فيه، ما عمرنا حولناه الى خلاف مع حزب الاستقلال. مع شباط؟ مع شباط، لما كان في واحد الاجتهادات يعني ديالو تحترم، احنا كنخطئوه فيها. اليوم كنظن بانه اذا كانت واحد 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 المراجعه من جهه القياده ديال حزب الاستقلال، غير ما غتكون الا في صالح البلاد، واخا ما تكونش كترتب عليها انتقال من المعارضه لشي حاجه. يد العداله والتنميه ممدوده للاستقلال دابا؟ يد العداله والتنميه ممدوده الى الجميع فيما يخدم الحزب الاستقلال. جاوبني على حزب الاستقلال. ممدوده للجميع ما لحزب الاستقلال. طبعا طبعا يد العداله والتنميه ممدوده لحزب الاستقلال. لا، فايش في اطار هذه المصالحه ودعم الحكومه وهو يولي معكم؟ لا، دابا هذا دابا اولا هذا الشيء مازال ما فيهش شي وثيقه اللي هي رسميه، كان خبر اعلامي. عندهم شي معناها بلا بعد، كان خبر اعلامي، فهمتي؟ كان خبر اعلامي. واكدوا مصطفى البقالي، اكدوا حميد شباط. اذا اكدوا هذا الشيء بطبيعه الحال الاخوان في الامانه العامه ومع الحلفاء ديالنا، هذا الامر غادي يتقيم، وكنظن بانه ما يمكن ليناش الا نتجاوبوا ايجابا مع يعني مع المبادرات. جاوبني الجمله لانه صافي سالينا وفتنا الوقت. لما نشوفوا عبد الإله بن كيمان مع حميد شباط معانقين واليد في اليد وتصالحوا غدا ولا بعد غدا ولا العام الجاي، شنو خصنا نفهموا؟
ولا خصنا نتسطاو؟ لا علاش غتسطا لما لقاوهم بجوج؟ علاش غتسطا؟ لانه هذا قال هذا راك داعش وموساد وداعش و هذاك سولوه عليها وهذاك شو الاخو وشبط هو ما خلاش ليه هذاك الاحمق هذاك ديال الفاس وهبيل الفاس ماشي سبه شي واحد هبيل يعني عاد لقاو شبط وعف الله عما سلفت في هذا دابا كتقول كلام كبير في قناه ثانيه كيفاش هذا خصني حلقه اخرى معاك خصني حلقه اخرى الا جبنا منصف الخياط تجي تجلس معاه وجه لوجه ما عرفتش علاش غادي نجلسوا باش نتناقشوا هادشي ونشوفوا تكلموا على الرجوله تكلموا على الرجوله كي داير نتكلموا على السياسه والرجوله الرجوله مواقف الرجوله مواقف شاد اف ام لا راديو كو جيم